يقول السائل: إذا رأت المرأة الطهر من الحيض ولكنها لم تغتسل، هل لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال وبعد رؤية الطهر؟ أقول لا، وجمهور العلماء على المنع، وذلك لأن قول الله تعالى هو: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله، والله أعلم.